شفت لاحظت انه بالايميل اللي وصلني انك انت بدك تدخل بمجال السوشيال ميديا ماركتينج. نعم، وكأنه بتتساءل عن انه كيف تأسس شركة للتسويق الالكتروني او هيك، صح؟ صحيح، نحن عندنا مجال، في عندنا شركات ناشئة، في عندنا أمور، يعني في عندنا يعني شركات ناشئة وايد، فناقصنهم اللي هو ماركتينج. نعم، صحيح صحيح. طيب بداية، أنت كسوق، يعني كحدا مقيم بالإمارات بالتحديد، فأكيد في عندك مجالات كثير متاحة إلك، ومن أفضلها أكيد بالنسبة إلك أنت متاح عندك الأمازون اف بي اي، لأنه أنت اليوم أمازون عندك موجود، بتقدر تبيع عليه كاف بي اي، بتقدر تستورد البضاعة وتبيع هاي البضاعة، أو من داخل السوق الإماراتي وتبيعها بداخل السوق الإماراتي، فهاي ميزة عندك نوعا ما مش موجودة في باقي الوطن العربي، بس يعني بتقدر تبيع، يعني عشان ما تلجأ للسوق الأمريكي أو الأوروبي أو أي أسواق أخرى، فبالتحديد عندك هاي ميزة. ميزة ثانية إنه هي زي ما حكيت أنت، تفضلت إنه عندك اللي هي القطاعات هاي كلها، الناشئة أو المتوسطة أو حتى الكبيرة، بتحتاج للسوشيال ميديا ماركتينج عندك، وعندهم القدرة لأنهم يدفعوا، أو القدرة المالية إنهم يدفعوا على التسويق الإلكتروني، برضو عكس قطاعات ثانية أو عكس دول ثانية. تعال نحكي على الدول شوي، كإمارات يعني تعتبر نوعا ما دولة، يعني نحكي اقتصادها يعني ممتاز، صح ولا لا؟ صحيح، مقارنة في الباقي الدول الوطن العربي. فبالتالي انت هدول الفرصتين متاحين امامك، وهم هدول افضل شيء انك انت تبدأ فيه. اوكي، او بكفي رح نيجي عنده ونشوف السنة الاولى هل ارباحنا وصلت له لا. هذا هو دراسة الجدوى اللي انت لازم تعملها. اوكي، انا ما راح اليوم اخذ لك بدراسة الجدوى، راح احكي لك بشكل عملي وبتطبيق عملي شو اللي ببساطة انت لازم يكون عندك. اوكي، على اساسه ممكن انت تفكر بعدين بدراسة الجدوى. ببساطة انت لازم يكون عندك اولا مهارة التواصل والإقناع. لما أنت اليوم شخص مسوق، بتعتبر حالك مسوق وبدك تروح على أي شركة كانت، أو أي مطعم، أو أي دكتور أسنان، أو أي فنان، أو أي حدا بالعالم بيحتاج تسويق. ما في قطاع بالدنيا موجود اليوم ما بيحتاج تسويق، إن كان إلكتروني أو مش إلكتروني. وإحنا كلياتنا مسوقين، ترى كل واحد في جواته مسوق. أنت لما اليوم تقعد مع أخوك وبتقنعه بشغلة، هذا التسويق. أوكي، لما بتقنع أخوك يشتري هاي البلوزة وانت بمحل الاواعي لانه هاي البلوزة احلى من هاي، انت هيك سوقت بدون ما تعرف. اوكي، بس احنا التسويق هو عبارة عن، يعني كيف نحكي، مراتب. فانت اي مرتبة بدك اياها. فاليوم بدي اياك تنفصل وتفكر من تنفصل من عقلية المستهلك وتفكر بعقلية مسوق ناجح بده يسوق لهذه المشاريع. اول شيء لازم يكون، حكيت لك، عندك مهارة تواصل، مهارة اقناع، لانه انت لما بدك تحكي مع دكتور الاسنان الفلاني بدك انت تسوق له الكترونيا، اذا ما عندك مهارة الاقناع ما راح يقتنع منك هو انه كيف بدك تسوق لي، فبالتالي انت هيك ما بزبط تكون مسوق الكتروني ناجح. ثاني مهارة اللي هي التواصل، اذا ما عندك لسان وعقل شغال تعرف كيف تحكي معهم وكيف ترد عليهم، برضه هيك انت ما راح تعرف، ما راح تكون مسوق ناجح. فهدول المهارتين لازم يكونوا اول مهارتين متوفرين عندك، الباقي كله شغلات راح تكون اضافية. ليش؟ لانه اول خطوة اللي هي انت لازم تعرف شو هي النشاطات التجارية اللي بدك تسوق لها. هل انا بدي اسوق لدكتور الاسنان؟ هل بدي اسوق للفنانين؟ هل بدي اسوق لمثلا الشركات المعمارية او المهندسين المعماريين؟ هل بدي اسوق له كل الخيارات هاي؟ فباجي بحكي انا، وهنا بفضل شغلي انك انت باول مرحلة تدرس النشاطات وتعرف النشاطات التجارية كلها الموجودة حواليك، وعلى أساسها تختار تخصصك. أنت ما بزبط اليوم إنك تسوق لأي مشروع كان بالدنيا، أنت لازم تسوق لمشاريع معينة. فبعرف والله أنا اليوم كشخص بعرف أسوق لدكتور الأسنان لأنه عندي خبرة معينة مثلا من طب الأسنان أو كذا، أو أنا بعرف أسوق لمثلا اللي هم سماسرة أو تجار البيوت أو كذا، أنا بعرف للعقارات، بعرف أبيع عقار وأمور هاي، بس ما بعرف، ما إلي علاقة بالفن، ما إلي علاقة بالمطاعم، ما بعرف أسوق أكل، ما بعرف أسوق جريدة، ما بعرف كل الأشياء هاي. أوكي، فأنت اليوم بدك تعرف تحدد النشاطات، بدك تعرف بالأول كل النشاطات الموجودة وتحدد أنت مسوق لمين. خصص حالك وخصص الشركة تبعتك، انشهر بهذا المجال إنه أنا أحسن واحد بسوق للسيارات بالعالم مثلا.
او احسن واحد بسوق للمهندسين المعماريين بالعالم، هيك اوكي. ما تكون احسن مسوق بالعالم، لانه هاي ما في احسن مسوق بالعالم، دائما كل قطاع عن قطاع بيختلف، كل حدا بده افكاره الخاصه فيه. وانت اكيد ما عندك القدره انك انت تعرف كل بزنس بالدنيا كيف شغال، حتى انك تعرف كيف تجيب له عملاء جديد، عملاء جداد، صح ولا لا؟ لانه انت من احد اهم الوظائف والتاسك والمهمات الموجوده عليك اليوم انك انت، هو ليش جاي عليك اصلا تعمل له تسويق؟ جاي عليك تعمل له تسويق لانه بحاجه عملاء جدد، بحاجه ينشئ وعي مثلا، اذا هاي بالمرحله الاولى. بعد هيك اذا هو كانت شركه كبيره بيكون محتاج للتسويق، لانه بحاجه مثلا ليضل في عنده مرحله الولاء والانتماء هون، ومراحل متقدمه هاي، اوكي؟ وبالتالي انت بدك تدرس منيح، تعلم دائما، تعلم التسويق، اعرف شو هي كل الافكار التسويقيه اللي ممكن تتطبق. لانه انا شخص جاي عليك اليوم بدي اياك تسوق لي الكترونيا، ليش جاي عليك؟ لاني انا ما بعرف اولا انشئ حملات وادير حملات، ثانيا ما عندي افكار، افكاري استنزفت كلها، فبدي اشوف الكرياتيفيتي اللي عندك، بدي تعطيني افكار تسويقيه جديده. دائما بعرفش اذا شفت عندي بالقناه الديكوي افكت، هاي مثلا فكره، اذا شفت اللي هو تاثير الديكوي، هذا اللي هو تبيع بدل منتجين 3 منتجات، شفت هذا الفيديو؟ هاي مثلا فكرة. فانت دائما بده يكون في عندك افكار. انا كشخص جاي عليك تسوق لي، جاي لانه ما عندي هاي الافكار، انت بدك تعززني فيها، فبالتالي انت كل يوم بدك تتعلم التسويق. وهذا اشي ما في انك توصل لمرحلة انه انا خلاص ختمت العلم، ما في. كل يوم انا من مليون سنة لليوم ولبعدين راح اضلني اتعلم تسويق كل يوم فيه. وهذا التسويق هو مبني على اساس نظريات، ما في قواعد، فانت كل شيء بيحتاج تحليل. احكي لك حملة الديكوي افكت نجحت مع قطاع، مع قطاع تاني فشلت تماما، لانه كل كيس بيختلف عن الثاني. بس هاي هي. طيب هاي كانت عندك المرحلة الأولى، أوكي. المرحلة الثانية أنا بدي أحكي لك إياها، إنك تعرف تعمل خطة تسويقية. كيف يعني تعرف تعمل خطة تسويقية؟ إنه أنا كبزنس جيت عندك اليوم بدي إياك تسوق لي، أوكي. فبالتالي أنت بدك تكون فاهم الأساسيات اللي بنعمل على أساسها الخطة التسويقية. يعني بدك تدرس السوق، على أساس بعد ما تدرس السوق تدرس المستهلكين والعملاء اللي عنده، بعدهم تيجي تحط له خطة تسويقية. إحنا بدنا نعمل لك 1 2 3 4 5 باستخدام هاي الأدوات اللي هي 1 2 3 4 5، بدها توصلنا لهاي النتائج اللي هي 1 2 3 4 5، تمام؟ الخطة التسويقية هاي كلها هي اللي لازم انت تكثف جهودك فيها وتعرف كيف تعملها. اليوم انت لازم تبحث وتشوف كيف الخطط التسويقية بتنعمل، وتفهم كيف الخطط التسويقية بتنعمل، لحتى هاي الخطة التسويقية تقنع العميل بشكل اكبر فيك. لانه انت لما تروح على العميل عامل له هاي الخطة التسويقية، لما يشوف هو شو الافكار اللي حاططها وشو النتائج اللي حيوصل لها، راح يحس بإشي ملموس، فبالتالي 100% راح يخليك تطبق هاي الفكرة. بس اذا راح تجي له بدون خطة تسويقية تيجي تعمل حالك انه والله انا خلص بدي اسوق لك، بدنا نعمل لك فيسبوك بيج، نعمل لك انستغرام اكاونت وكذا، هيك اي حدا بالعالم، اخوي الصغير بيعرف يعملهم، اي حدا بالدنيا بيعرف يعملهم، صح ولا لا؟ بس انا بدي دائما يكون عندك ميزة تنافسية، بدي يكون عندك اشي جديد انا ما بعرفه متضمن بالخطة اللي عندك، على اساسه احنا نشتغل مع بعض، تمام؟ هاي تاني شغلة. تالت شغلة بدي اياك تعرفها، مهم انك تعرفها، انك تعرف اللي هي كيف تقدم النتائج وتحلل النتائج لعملائك، تمام؟ انا هلا بدي احكي معك بصيغة انه انت اوريدي عندك عميل، وهذا العميل عم بتعمل له سوشيال ميديا ماركتينج، بس بعد ما عملت له سوشيال ميديا ماركتينج انت ما عندك مهارة انك كيف تقدم له النتائج اللي توصلت لها، او كيف تحلل له هاي النتائج، فهيك انت راح يعني ممكن هو يستغني عنك. ليش؟ لانك انت ما عرفت توصل له نتائجك بطريقة واضحة. يعني كثير في من الاحيان بتصير انه كلنا بنعرف طبعا التسويق هو نتائجه ما بتكون مباشرة في بعض الاحيان، انسى الحملات التسويقية اللي بتعملها على الفيسبوك، هاي بتكون عملت اليوم واجتك البيع اليوم، لا. في ببعض الاحيان احنا بنعمل حملات تسويقية هدفها اويرنس، بنعرف انه الاويرنس بعمل الحملة الاعلانية اليوم، بعد 4 شهور ممكن تجيني المبيعات، صح ولا لا؟ فهاي الاشياء اذا انت ما عرفت تقدم هاي النتائج للعميل عندك، هنا راح يستغني عنك بكل تأكيد. فانت لازم هاي ثالث مهارة تكون عندك، اوكي؟ انت بكل بساطة اللي عليك انك اي قطاع او اي نشاط تجاري موجود عندك بالمول، بالشارع، بالمحل، باي مكان، انت كل اللي عليك انك توجده اونلاين. بس هاي اول خطوة عليك تعملها، انك انت مسكته من مكان الاوفلاين بدك توجده اوفلاين، تمام؟ فهنا كيف بدك توجده اونلاين؟ عن طريق هاي الخطة اللي هي بدك تعطيها، هيك 1 2 3 4 5 6، تمام؟ فبس هون بعد ما انت اللي هون، طبعا هنا هذا الحكي بياخدنا لمرحلة حلوة كتير واللي هي التسعير.
اوكي، انه انت بليز لما بتيجي هلا بدك تسعر لهم، انت حطيت الخطه وعلى اساس الخطه طلعت معك التكاليف، طلعت معك الميزانيه اللي بدك تصرفها، وطلعت معك كل النتائج اللي بدك توصل لها، فبالتالي انت راح تيجي تحكي له هلا تكلفتك كم كشخص، طب انا كم بدي اخذ منك مقابل انه اعمل لك هذا الحكي كلياته. ففي هون عندك الناس مقسومين نصفين، انا هذا الشيء دائما بلاحظها بالمسوقين الالكترونيين، انه في حدا سعره متدني جدا، في حدا سعره مرتفع جدا، اوكي؟ فباجي بتطلع انا اللي على اللي عليهم، انت على اي اساس سعرت؟ باجي بتطلع لك على فلان بيجي بيحكي لك هي القائمه، بعطيك صور، بعطيك جرافيك ديزاين واس اي او، وبعطيك حملات اعلانيه، وبعطيك نتائج كذا كذا كذا، مقابل مثلا مبلغ متدني، باجي بتطلع على المبلغ، انت على اي اساس سعرته؟ فبالتالي هو لا، هو لانه شخص مبتدئ فهو بده يفوت على السوق، بده يوجد اسمه، فراح يفوت بمبلغ متدني، اوكي؟ فممكن انت بعرفش يعني، هي مثال مثلا نحكي 100 دولار او 1000 دولار بالشهر مثلا، اوكي؟ طبعا هي بتوصل لاكثر من هيك بكثير لبعض العملاء، وممكن بعض العملاء تكون 1000 5000 10000 عادي كل شهر. فبالتالي انت هون بس خلينا للتبسيط نوضح انه حدا بياخد 100 دولار وحدا بياخد 1000 دولار، اوكي؟ ابو ال 100 دولار شو الخدمات اللي عم بيقدمها؟ عم بيقدم تصوير، عم بيقدم تصميم، عم بيقدم حملات اعلانيه، عم بيقدم كذا كذا كذا، اوكي؟ بده يوجد اسمه بالسوق، فراح عمل اشي تسعيرته ب 100 دولار عشان هو لسه يوجد اسمه بالسوق وموفي معه، لانه ما عنده مقر، ما عنده تكاليف، ما عنده كذا. فبالتالي هذا غلط، انت بدك تعرف على اي اساس تسعر، اوكي؟ او لما تيجي بدك هلا راح تحكي لي طب اسعر ب 1000 عشان انه العميل يوثق فيي انه انا خدماتي بروفيشنال، اروح اسعر بسعر غالي، برضه لا، التسعير ما بيتم على هذا الاساس، التسعير بدك انت تدرسه كويس، بدك تعرف طرق التسعير، في عندي انا بفيديو بالقناه اللي هو 5 طرق انت كيف تسعر خدماتك او منتجاتك فيها، استخدم هاي الطرق وعلى اساسها اعرف كيف تسعر، اعرف شو التكاليف، اعرف اشتغل مع كل بزنس على حدة، لا تثبت لحالك سعر معين وتمشي على هذا السعر، والله انا يا جماعة الخير باخد على التسويق بالشهر 1000، هذا الحكي غلط، اعرف قدرته المالية كشركة بالاول، كم ممكن يدفع، اعرف تكاليفك انت كم بدها تكلفك هاي الخطة اللي عملت له اياها، امشي مع كل بزنس على حدة، فلان خد منه 10000، فلان خد منه 5000، فلان خد منه 500، فلان خد منه 20، كل بزنس على حدة، لا تثبت لحالك رقم معين وتاخده من كل الناس على هذا الاساس، طبعا خلي يكون متضمن عندك عقد، وهذا العقد انك انت تمشي على اساسه بكل البنود والشروط والسياسات اللي انت ممكن تحطها، تمام؟ في شغله بس بدي احكي لك اياها، انه خلي عنوانك الرئيسي، العنوان الكبير بحياتك كمسوق الكتروني ناجح، اللي هو الكرياتيفيتي، الابداع، دائما هذا المبدا اللي امشي عليه، لانه اي شخص محتاج للتسويق بيكون محتاج للابداع في البزنس تبعه، هو عنده اوريدي بزنس موجود اوفلاين، هذا البزنس يمكن عم بحقق مبيعات اوريدي او مبيعاته بنزول، ليش؟ لانه ما في عنده تطور، ما في عنده ابداع جديد، فانت هذا عنوانك الرئيسي بده يكون، هو اصلا في بعض الاحيان بسموها كرياتيف ايجنسي، اوكي؟ هي وكالة للإبداع أو شيء زي هيك، فهاي الوكالات التسويقية، فبالتالي أنت عنوانك الرئيسي لازم يكون الإبداع. طيب خليني أحكي لك كمان شوية شغلات بسيطة بس إنه كأشخاص مهمين هدول لازم يتواجدوا عندك. قبل ما أحكي لك، هل في عندك سؤال أو تعقيب على الحكي اللي حكيت لك إياه هاد؟ تمام، خليني احكي لك يعني بعض الناس بتحتاجهم، بتحتاج اول شيء مصور، اوكي، يكون في شخص محترف بالتصوير، بتحتاج مصمم جرافيك، هذا يعني هو صراحه الحوت اللي راح يكون بالموضوع، لانه هدول طبعا المصمم في عندك مليون نوع، بليز لا تسترخص بالمصورين او المصممين عفوا، لانه كل النتائج اللي شايفها انت راح تكون يعني من عنده هو. بتحتاج كمان حدا بيعمل كونتنت، اللي هو انت ممكن ببعض الاحيان تحتاج لاكثر من حدا، انه هذا الشخص اللي هو يكتب الكونتنت والمحتوى اللي حينتشر. تحتاج شخص للفيديوز، فيديوغرافي، انه شخص بصور فيديوهات وما فيديوهات وهيك. برضه هون ممكن تحتاج كمان لشخص بيشتغل انيميشن او اللي بيشتغل 2D و3D والبرامج هاي. هاي كلها اشخاص بتحتاجها بالتسويق الالكتروني. بتحتاج شخص كمان محلل، يعرف يحلل اذا انت ما بتعرف تحلل هاي البيانات، بدك شخص يحلل لك هاي البيانات. بتحتاج في بعض الاحيان حدا يشتغل لك الاس اي او، اوكي؟ بتحتاج في بعض الاحيان مبرمج، بتحتاج في بعض الاحيان ويب ديزاينر، كلهم هدول اشخاص مختلفين بعض. بتحتاج محاسب، بتحتاج يعني في هدول هم بس خليني اعمل لك هايلايت بشكل بسيط انه مين هم الناس اللي بتحتاجهم، هدول هم، اوكي؟ فبالتالي انت هدول الناس اللي ممكن انك تدور عليهم اليوم.
ببساطة هاي هي الأشياء اللي بدي أعمل لك هايلايت عليها. طبعا الموضوع إذا بدنا نتعمق فيه راح ياخد معنا يمكن أسبوع بس، وإحنا نحكي كيف تنشئ وكالة تسويق إلكتروني. بس يعني هاي في بعض النقاط بمختصر يعني بساعد زمن خلينا نحكيهم، اللي هو هيك. هلأ بالمرحلة الجاي راح أجي معك بحكي متعمق أكثر. بالمرحلة الجاي إن شاء الله أنت بعد ما تعرف كل هاي الأمور راح تعرف بشكل أوضح وبشكل أكبر أنت شو اللي عليك تعمله إن شاء الله. زين استاذ يادي، جزاك الله خير على معلومات. يعني صراحة عرفت وايد اشياء انا كنت يعني ما كانت في بالي او ما كانت في مخيلتي. نعم.